بالنسبة لك كلاعب دايرة بيكون في الالتحامات بقى وكده الأصعب في الدفاع ولا لما تكون أنت المهاجم؟ في الدفاع طبعا، خصوصا ان انا مركز ثلاثة تقريبا هو محور الدفاع كله، لان اقوى دايما الكي بلايرز بتاعت اي فرقة بتبقى السنتر باك او الليفت باك، فتقريبا هو ده اللي انا بدافع عليهم. فلا، في الدفاع بيبقى الموضوع اصعب بكتير. عامة الهاندبول لعبة دفاعية اكتر، اصبحت سريعة جدا، فاي فرقة مميزة جدا هتلاقيها بتدافع كويس جدا وعندها حارس مرمى قوي وبيعتمد على الهجوم الخاطف. فلا، الدفاع هو بقى الاساس دلوقتي في الهاندبول. منتخب مصر بيجمع بين عناصر الخبرة وعناصر الشباب، طبعا من عناصر الخبرة 2008 ابتديت في أفريقيا، من 2010 2010 2010 مظبوط. شايف ايه الفرق اللي حصل في المنتخب آخر 3 4 سنين وعمل طفرة الناس ملاحظاها؟ بص، طول عمر الهاندبول في مصر مميزة جدا، طبعا بس الظروف اللي بتيجي في أي فرقة هي دي اللي بتساعدها إن هي تبقى في التوب ليفل بتاعها. الاتحاد المصري لكرة اليد بدأ سياسة جديدة وبدأ فقرة جديدة من سنة تقريبا 2018، جاب مدرب أسباني. مدربين الأسبان دلوقتي هم تقريبا أقوى مدربين على مستوى العالم. أسبانيا، منتخب أسبانيا في آخر 3 نسخ لأمم أوروبا واخد نسختين، وآخر واحدة وصل للفاينل وخد سيلفر. فالمدرسة الأسبانية في الهاندبول أصبحت قوية جدا. لما تيجي تبص على الشامبيونز ليج، الـ8 فرق اللي واصلين تقريبا دور الـ8 هتلاقي على الأقل مينيمم 4 أو 5 مدربين أسبان. مظبوط. فالاتحاد قرر إن هو يعتمد على المدرسة دي وجاب لنا ديفيد ديفيز، مدرب ممتاز جدا، مدرب تعليمي قدر يحط الاساس بتاعت المدرسه او السيستم. السيستم بقى هو نجم الفرقه، مبقاش فيه نجم الفرقه قد ما هو السيستم، كله داخل السيستم. اللي هيقدر يلعب جوه السيستم هيبقى ليه مكان، اللي مش هيقدر يلعب جوه السيستم ملوش مكان. بدانا في كاس العالم 2019 قدرنا نحقق مركز ثامن، ويعني وده مركز كويس جدا. مصر كان بقالنا فتره طويله جدا ما دخلناش من اول 8. بعدين ديفيد حصل فيه زي راح نادي فيسبريم، وحصل زي اختلاف وجهة نظر مع الاتحاد ان هو ما ينفعش يمسك فرقة ومنتخب، فجابوا لنا باروندو مدرب، طبعا يعني انا بقول مدرب داهية فعلا، مدرب قوي جدا على المستوى التكتيكي والفني. قدر ان هو يكمل شغل ديفيد وقدرنا معاه ان احنا ناخد 7 عالم وقدرنا ناخد افريقيا ورابع اولمبيات ورابع افريقيا. تبقى زي حظوظ، هو مفيش فروقات قد ما هو يعني انا لعبت في هنا وهنا، بس انا حظي ان انا حضرت السيستم الجديد. في لعبة كتير جدا كانت موجوده في قبل كده بس ممتازه برضو، بس زي ما بقول لك هي بتبقى ظروف، واللعيبه اللي معاك ممكن تقدر تساعدك. يعني هاخد من كلامك الجزء الاخير بتاع ان حصل خلاف ما بين ديفيد والاتحاد المصري بسبب ان هو مع نادي ومنتخب، يمكن نفس الموضوع دلوقتي بنشوفه مع باروندو، وكان في كلام كتير في القصة دي لحد ما الاتحاد أكد ان هو مكمل لغاية بطولة العالم. شايف ان ده ممكن يؤثر علينا بقى في الفترة دي بعد ما خلاص ابتدينا المنتخب الناس طموحاتها بقت زيادة اكتر من اللي كان قبل كده؟ بص، هي دي سياسة الاتحاد، والاتحاد شايف من وجهة نظره ان منتخب مصر منتخب كبير يستحق مدرب متفرغ، وفي نفس الوقت انت عشان تجيب واحد زي باروندو لازم يبقى فيه تضحيات شوية. دي وجهة نظر. يعني باروندو كان جاي لنا منتخب مصر واخد تشامبيونز ليج مع فاردار فرقه مش من التوب 5 ولا التوب 10 في اوروبا، فقدر ياخد تشامبيونز ليج جالنا منتخب مصر. فهو ممكن يعني انا اعتقد يعني ان هو عنده ما عندوش اشباع من يعني المنتخب هي بطوله في كل سنه، فمدرب كبير زيه لا ممكن يبقى عايز يلعب كل اسبوع، عايز يجرب فكره كل اسبوع. انا اعتقد ده فكره يعني. فانا اتمنى ان هم يتوصلوا للاتفاق، لان باروندو عمل معانا اداء متميز جدا، فانا اتمنى ان احنا نكمل المسيره يعني مع بعض.